المرة اللي فاتت كل اللي قدرنا نتوصل إليه إن إحنا بدأنا نبني مكونات العرض الأساسية. يعني إيه؟ شفنا المنظر اللي إحنا عايزين نوصل له، وبدأنا نقول ده مكون من إيه؟ وبدأنا نعمل زيه، بس هما ما عرفوش طلع نفس التنسيق ونفس شكل العرض. لكن كل مكون كان موجود على الشاشة أنا حطيت له إيه؟ الكود بتاعه. يعني عايزين نعرض صوره حطينا الصوره، عايزين نعرض كلام حطينا مكان الكلام، عايزين نعمل ليسته عرضنا مكان الليسته، عايزين نعمل لينكه حطينا مكان اللينكه، صح ولا لا؟ بس طبعا كان المنظر مش في العرض مش مظبوط. يعني لو احنا شفنا كده الديفولت اتش ام ال دي عملنا كليك يمين وقلنا له فيو براوزر كان بيطلع لنا المنظر بالشكل ده، خلاص كنا حتى اللون ده حطيناه في الاخر واحنا بنجرب كده. لكن طبعا ده منظر بتاع صفحه معنا بالله ربنا ماشي، لكن احنا لو جينا بصينا على المنظر اللي احنا كنا المفترض ان احنا نوصل له على ما اعتقد كان هنا اهو، ادي الهوم بيج اللي احنا كنا بنتخيلها ومشخبطينها على ورق، بنقول عايزين نحط هنا هيدر وعايزين نحط هنا مش عارف ايه والكلام ده كله. فاحنا كل حاجه مكتوبه هنا عملنا زيها في الصفحه هنا، بس المنظر ما طلعش زي المنظر. ساعتها قلنا في حاجه اسمها الستايل شيت، والستايل شيت ده هو اللي بينسق شكل العرض، اللي بينسق شكل الايه؟ شكل العرض. فهم جاي هنا على ملف الستايل شيت كنا مسمينه مين ستايل دوت سي اس اس، وكنا لسه ما اشتغلناش فيه غير لون الخلفيه العجيب اللي احنا حطيناه ده. خلاص كده؟ هو ده اللي احنا كنا ايه؟ حطيناه وشرحنا يعني ايه الكود العجيب ده. لما اقول سي 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 كده بقى معناها ايه؟ اول خانتين قلنا من الريد، وتاني خانتين من الجرين، صح؟ وده خانتين من ايه؟ من البلو، ده خليط من الالوان فشرحناه المره اللي فاتت فمش عايزين نخش عليه المره دي. خلاص ممكن احدد كمان للفونت زي ما الفونت بتاع الشاشه، الفونت بتاع الصفحه، طبعا الفونت بتاع الصفحه بيتكتب بالديفولت خلاص، لكن انا ممكن احدد او جاي هنا في الستايل شيت بتاع البادي ومقال والله انا عايزين نحدد حاجه اسمها فونت داش فاميلي. يعني ايه فونت فاميلي؟ يعني لون الخط الاساسي بتاع الايه؟ بتاع الصفحه كلها. فممكن اقوم جاي قايل بيساوي لون الخط الاساسي بتاع الصفحه، طبعا هجيب لي كل الخطوط اللي موجوده عندي، ممكن نختار لون خط مثلا يكون مثلا خط زي ده، ممكن يكون نوع الخط ده مش موجود عندي، فانا ممكن احدد اكتر من خط بديل. انا عايز اقول ايه؟ مثلا حددت نوع خط، لو نوع الخط ده مش موجود عند اليوزر يبقى عامل كومه كده وماخد نوع خط تاني مثلا ده مثلا. خلاص يبقى معناها ايه بقى كده؟ ما اخترت خط نوعين خط بقى الموضوع معناه الصفحه بتاعتي كتب بنوع الخط ده. طب ما لقاش نوع الخط ده عند اليوزر يكتب بنوع الخط ده، ممكن اخد كوما. طب لو ما لقاش نوع الخط ده عند اليوزر يكتب بالخط لغايه لما ايه؟ احط كل الاحتمالات بتاعتي. انا كفايه عليا احتمالين عشان اعرفك ان في خواص ممكن تاخد اكتر من احتمال. يبقى لو لقى الخط ده عند اليوزر يعرض بيه، ما لقاش هيعرض باللي بعده. ما هو لو ما لقاش هيعرف بقى بالديفولت بتاع الجهاز. يعني مثلا لو انت داخل مثلا على جهاز واحد شغال بالصيني على ما اعتقد مش هتلاقي الخطوط دي اساسيه عنده، فاهمني ازاي؟ فهيدور على اول فونت ما لقاهوش يخش على الفونت ما لقاهوش، يقوم داخل بقى الفونت بتاع السيستم الرئيسي ايه؟ كذا، يقوم عارضه وخلاص. فهمنا الفكره؟ طيب في بعد كده حاجه اسمها مارجن. مارجن دي يعني الهوامش، ونلاحظ طبعا ان هو في هوامش هنا اهو، صح؟ هوامش ما بين الكلام وما بين الايه؟ السقف هنا، وفي هوامش اهي، دي هوامش صح ولا لا؟ فالهوامش انا هاجي نقطه البادي هقول له الهوامش بتاعتنا احنا عايزين نسيبها، احنا عايزين نسيب زيرو بيكسل من جميع الجهات، زيرو بيكسل من جميع الجهات يعني مفيش هوامش، يعني مفيش ايه؟ مفيش هوامش. وبعد كده قال لي خلاص انا حددت ان الهوامش بتاعتك زيرو، قلت له والباقي اوتو. يعني ايه والباقي اوتو؟ لو بجينا بصينا هنا لغايه دلوقتي، تعالى بص معايا ما اعمل فيش اللي حصل؟ الكلاء طبعا اللون خط اللون اتغير، تلاحظ ان الكلام ماله؟ مفيش اهو سبيس، بس لاحظ اللي فوق ماله؟ في سبيس. لو انا كنت عملت كده قلت المارجن زيرو بيكسل يعني الهوامش ايه؟ صفار، وجيت هنا عملت ريفريش فالمفروض هنا الهامش اهو صفر، بس الهامش بتاع الطب ما اتكلمتش عليه، والهوامش الثانيه كلها هتبقى ايه؟ هتبقى صفار، والباقي انا ما حددتلوش، انا ما حددتش ليه حاجه. لكن انا كنت ممكن اجي اقول ايه؟ زيرو بيكسل، لو جيت بصيت زيرو بيكسل زيرو زيرو زيرو، يبقى كده حددت كام مره؟ الاربع اتجاهات بتوعي، كده حددت الاربع اتجاهات ايه؟ الاربع اتجاهات بتوعي. فانا قلت له لا هو كله زيرو بيكسل
خلاص ده للبادي كله، ده للبادي ايه؟ للبادي كله 0 بيكسل. حاجه كمان من الخواص اللي ممكن احددها او جاي في خاصيه اسمها ماكس ويدث. يعني ايه ماكس ويدث؟ ماكس ويدث يعني اكبر عرض ممكن يحصل. ساعات طبعا السيستم او الصفحات بتاعتنا او بتعرض مثلا على الموبايل، لو انا عامل صفحه بتعمل على الموبايل هيبقى الماكس ويدث بتاعي ايه؟ خلاص بقى، عشان ما ينفعش ان انا ايه اكبر اكتر من كده. في نفس الوقت لما حد الماكس ويدث لو الريزوليوشن بتاع الشاشه كبير، الموقع بتاعك ياخد ايه؟ ياخد عرض معين، مش ما يبقاش ستريتش، مش يشد ويكبر ويظهر على حسب الايه؟ حجم اللي هو عايزه اليوزر. فانا هقول ماكس ويدث 900 بكسل، عشان طبعا معظم الناس او معظم الواجهه العامه للعرض بتاع الصفحات كل الناس بتبقى عرضها 1024. فلما انا اقول 900 هيبقى فيها هامش صغير هنا على اليمين وهامش شويه على الشمال، ما فيهاش ايه مشكله. لو عملنا ريفريش هتلاحظ ان الهامش هنا اتساب، بحيث ان انت كده هيبقى عرض الشيب بتاعك من هنا لهنا 900 بكسل، 900 ايه؟ بكسل. في نفس الوقت لو الريزوليوشن بتاع اليوزر اتغير، يعني لو اليوزر مثلا كان ما بيعرضش ريزوليوشن ار 24 زي ما احنا شغالين دلوقتي، وعمل ريزوليوشن عالي، وعمل ريزوليوشن ايه؟ عالي، ويفتح الصفحه بتاعتك هتلاقي الصفحه بتاعتك محافظه على ايه؟ على 900 اهم زي ما احنا شايفين، وباقي الصفحه فاضيه مش مهم، لكن هو حافظ على 900 ما زودش عنهم. فاهمين فكره الماكس ويدث؟ محدش بيرد عليا، بس هي فكره مهمه جدا. لازم تحدد الصفحه بتاعتك الشيت بتاعك يبقى عرضه قد ايه؟ الشيت بتاعك عرضه قد ايه؟ بحيث لو اليوزر شد او قلل الصفحه ما تبقاش تعمل معاك ايه؟ تعمل معاك مشاكل. خلاص كده؟ ممكن اما احدد حاجه اسمها بوردر. بوردر ده الاطار بتاع الصفحه، الاطار بتاع مين؟ الاطار بتاع البادي، الاطار يبقى فيه دايما في العاده باجي على البوردر واختار البوردر سوليد. البوردر يا جدعان، البوردر يا شباب، بوردر لما يكون فيه ايه؟ شايف ده كده؟ الخط ده كده؟ ده اسمه بوردر. خلاص؟ ممكن اعمل بوردر كمان هنا وبوردر تحت هنا، فالبوردر بياخد اربع اجناب صح؟ اللي هو خط. فممكن البوردر ده يبقى ليه انواع كتير، ممكن يبقى داشد يعني مشرط كده، شرط 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 شرط، وممكن اخليه دوتد يعني ايه مش 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 خط زي ده، لا يبقى منقط كده. دبل يبقى خطين، يبقى مسطر خطين. يا عم تقلقش، خلاص يبقى خطين وكلام من. خلاص كده؟ احنا بالنسبه لنا هنا في انواع كتير. جروف يعني تحس ان هو الخط محفور شويه، هيدن مخفي، انست محفور لجوه والتاني محفور لبره، يعني حاجات تشوفها بعينيك يعني. خلاص احنا نختار سوليد. يعني ايه سوليد؟ سوليد لا يعني خط عادي زي ده كده، خط عادي ولا مفعور ولا منشرط ولا منقط ولا كان خط عادي. خلاص كده؟ يبقى لو في بوردرز هتبقى البوردرز بتاعتنا ايه؟ خطوط بتاعتنا خطوط ايه؟ عاديه، سوليد خط عادي. ممكن احدد كمان البوردر كلر. احنا لو جينا دلوقتي عملنا ريفريش هتلاقي البوردر بتاعنا بدا يظهر زي ما احنا شايفين كده اهو، صح؟ شايفينه؟ نعم؟ ما هو ماشي، احنا حددنا البوردر بشكل عام. هاجي اقوم احدد، خلاص حددناه سوليد. طبعا لو كنا حددناه مثلا داشد كنا هنحس، كنا نلاقي الايه؟ البوردر بتاعنا زي ما احنا شايفين كده بقى ايه؟ عباره عن مجموعه من الشرط والى اخره. تجرب انت زي ما انت عايز. انا هقول له ايه؟ سوليد خط عادي. بعد كده هحدد اللون. طبعا اللون عندي هنا كان جاي اسود صح؟ لون البوردر بتاعنا اسود. اقول له لا انا عايز لون البوردر مختلف، فاقول له بوردر داش كلر، بوردر داش كلر. يعني ايه بوردر كلر؟ يعني لون الايه؟ لون الخط. هقول له ايه؟ ابيض. خلاص كده؟ يبقى كده لون الايه؟ لون الخط اللي يبقى ملفوف هنا يبقى لون باللون الابيض زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده؟ بس كده انا خلاص حددت كل اللي انا عايزه في الخواص كده. كل الخواص دي اللي احنا ظبطناها تتطبق على مين؟ حد بيرد عليا. تطبق على مين؟ على البادي. خلاص؟ هقول له ماشي، احنا كان عندنا هيدرز، فاكرين الهيدرز كانت عندنا؟ فانا عايز اتعامل مع كل هيدرز اديها برضو ايه؟ شكل معين. فاقوم داخل هنا كاتب كلمه ايه؟ هيدر. فمعنى كده ان اي تاج اسمه هيدر في الصفحه عندي، اي تاج اسمه هيدر في الصفحه عندي اللي اسمها ديفولت دي، امثال هنا اهو في عندنا هيدر اهو، الفريش فروتس ومش عارف ايه والكلام من ده. ولو في اي هيدر تاني برضه هيطبق عليه، يعني في هيدر اهو فيري فريش فروت يبقى برضه دي هيطبق عليها الايه؟
الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. خلاص اول حاجه حدد لها باك جراوند كلر مختلف، يعني لون خلفيه مختلف يكون شويه، مثلا وليكن لون متنسق اف 4 7 دي 31. احنا اتكلمنا على تنسيق اللون ده، وقلنا ان اول خانتين من كل لون ده يعتبر ايه، هي ار جي بي. فانا مش هخش في تفاصيل دلوقتي اشمعنى اللون ده بالذات ده. طبعا انا منقي اللون يكون احنا مجربينه على بعضهم ماشيين، يعني معرفش ماشيين ولا لا، اف 11 اهو بقى اللون دوت بتاعنا في الهيدر. فتلاحظ ان كل الايه، كل كلام مكتوب ما بين هيدر وسلاش هيدر خد الايه، خد اللون ده. خد بالكم بقى، نقعد ننسق كده لغايه لما نوصل في الاخر للمنظر اللي احنا كنا متخيلينه. طبعا تلاحظ ان كان كل الهيدرز فعلا واخده اللون ده صح، والخلفيه خدت اللون احنا قايلين عليه، والخط ده البوردر الابيض اللي احنا بنتكلم عليه. فانا بحاول اقرب لغايه ما نوصل لايه الشكل اللي احنا عايزينه. وادي هيدرز، ده اللون بتاع الهيدر، وادي اللون بتاع الهيدر، وادي اللون بتاع الهيدر اللي احنا ايه الكلام ده. ماشي، نرجع تاني نكمل الشغل بتاعنا. بعد الباك كلر هقول له ديسبلاي. ديسبلاي يعني شكل العرض بتاعه. في عندنا طرق كتير، من ضمن الطرق دي حاجه اسمها بلوك. بلوك يعني ايه بلوك؟ بوكسز، يعني اعتبره اكنه ايه، بوكس. خلاص يعني لو رجعنا كده عملنا ريفريش مش هتحس بحاجه، لكن هتفرق معانا في ايه، ان هو هيتعامل معاه اكنه بوكس. يعني ايه بوكس؟ يعني مربع اقدر اتصرف فيه. طالما هو مربع اقدر العب مثلا في خواص الاطراف بتاعته العب، فاهمني ازاي؟ هتعامل معاك انه بوكس. دلوقتي انت بالنسبه لك كلمه بلوك دي مش مؤثره معاك. هو اصلا بلوك، هو طبيعته بلوك، هو طبيعته بلوك، يعني طبيعته مقطعه. وكمان ما ينفعش يجي حاجه جنبيه غير لو انا قلت البلوك ده يجي جنب البلوك ده، فممكن هيتعرض اصلا معايا قدام. خلاص كده، فاحنا دلوقتي مجرد احنا نقول له الديسبلاي بلوك، يعني هتعرض على شكل بلوكات، يعني قطع جنب بعضيها. قطع جنب ايه؟ كده جنب بعض. انت ما حسيتش باي فرق دلوقتي، لكن ممكن اقول لك قدام هتحس بفرق هيبقى عامل ازاي. خلاص، المهم انا قلت له ديسبلاي بلوك، ماشي، اعرض على شكل بلوكات. لون الكتابه اللي هتبقى فيك، طبعا ملاحظ ان احنا كنا عايزين نوصل للون كتابه على الهيدر يبقى لون ايه، ابيض. ماشي، فهقول له خلاص كلر يعني لون الكتابه غير الباك جراوند كلر، لون الخلفيه. فاقول له كلر مثلا اختار لون الايه، ابيض. اما يجي يكتب باللون الايه، يجي يكتب باللون الابيض، وارجع اعمل ريفريش هتلاقي ان الكلام اتكتب بالابيض. عايز برضو الكلام بتاع الهيدرز يبقى في السنتر، يعني اي كلام في بتاع الهيدر يبقى في النص. طالما هو يعني لو لاحظنا كده هتلاقينا برضو مش نفس القصه، تلاقي الهيدر جت في النص، دي جايه في النص، دي جايه في النص، صح؟ لا، كل حاجه في الهيدر بتيجي في الايه، في النص. فهم جاي قايل له ايه، قايل له تكست، تكست يعني نص، داش الاين. الاين يعني ايه؟ المحاذاه. فهقول له التكست الاين، المحاذاه بتاعتك عايزك تتحاذى، تكست الاين خليك سنتر. خلاص، هو ده اللي كنت عايزه في الهيدر. طيب ماشي، لو جينا بصيت كده عملنا ريفريش بقى كله يجي في الايه، في السنتر زي ما احنا طلبنا. حلو، واحده واحده. لو هيدر، لو عندي تاج اسمه هيدر وجواه تاج اسمه اتش 1 وجواه تاج اسمه اتش ايه، اتش 1 او اتش 2، اقدر احدد. فممكن اقول له اتش 2 لما يكون عندي اتش 2 جوه هيدر، مش اي اتش 2 تكون اتش 2 جوه مين، جوه هيدر. اديها برضه شويه خصائص مختلفه، ممكن اديها شويه خصائص مختلفه. ممكن اقول له مثلا، انا دلوقتي بس بوريك ان انا ممكن اوصل ازاي. فممكن اقول له مارجن مثلا، مارجن كله الهوامش بتاعتك هتبقى 0 بيكسل مثلا، وارجع نعمل ريفريش. طبعا ما عنديش اتش 2 جوه هيدر، بس انا حبيت اقول لك ان انا ممكن احط اشترط ان اتش 2 مش اي اتش 2 في الصفحه. يعني لو جينا عملنا كده وجينا اتش 2 كده وخلناها اي اتش 2 في الصفحه، انت مش عارف مفيش اتش 2 عندك في الصفحه ولا ايه؟ كده اي اتش 2 في الصفحه بتاعتي كل الهوامش من جوانبها هتبقى زيرو. خلاص؟ اما لو انا عملت كده يبقى اي اتش 2 جوه مين؟ جوه هيدر، تاخد معانا الايه؟ تاخد معانا التنسيق دوت. خلاص كده؟ هنظبط برضو الخصائص، بس انا عايز اتكلم حاجات كتير بصراحه، بس واحده واحده يعني. مثلا على سبيل المثال ممكن لو جاي قايل له ايه؟ احنا عايزين نظبط حاجات في الاتش 1، عايزين نظبط حاجات في الاتش ايه، يبقى كده اي اتش 1 هنكتب له اي خصائص ما بين القوسين بتوعهم دول هتتظبط على اتش 1. انا عايز اسال سؤال قبل ما ابدا اكمل، الاس اس اس بالشكل ده صعبه؟ لا، دي خاصيه وبتعمل ايه وقيمتها، خاصيه بتعمل ايه وقيمتها وخلاص، واساس كده بتسمح في التنسيق اللي موجود على مين، على الصفحه بتاعتي. لكن ممكن انا برضو اخلي الكود اللي هنا ده انا معانا اكتبه بايديا، ممكن حاجه تساعدني. ممكن اعمل كليك يمين كده واقول له بيلد ستايل، واختار بيلد ايه، بيلد ستايل. انا عايز ابني نوت الستايل، بس المكتبه مش موجوده عندي. ماشي، على العموم يعني لو انتوا لو عند اهو بدات تفتح، فتحت
بيشتغلني يطلع ايرو ويشتغل ماشي. مهم فتح لي حاجه اسمها ستايل, فتح حاجه اسمها ايه, حاجه اسمها ستايل. ممكن الستايل ده مثلا اقوم جاي على الفونت سايز, طبعا هنا بيساعدني ان انا اقدر اختار الفونت سايز اللي انا عايزه, اللي انا عايزه اكتب رقم معين بالبيكسل اقول له 72 بيكسل مثلا, يبقى كده انا بحدد الخاصيه بتاعي اللي هتنزل عند اتش ايه, عند اتش 1 صح كده. ممكن اقول له مثلا عايز اضبط المارجن, المارجن الهوامش بتاعتك, فخش مثلا على البوكس, بوكس دي اللي هو اللي هو طبعا البوكس طبعا احنا اتكلمنا ان احنا بنتكلم عنه. البوكس في السي اس اس ليه شغله, لو ده كنترول شايفين ده العنصر ده, يا ريت تفهموا الحته دي كويس جدا. لو ده كنترول مثلا صوره كده ولا حاجه خلاص, الصوره دي هتلاقي كده في فوقيها مسافه كده اسمها بادنج, عشان بس ما اخش اتكلم في الكلام ده كتير وتبقوا مش متخيلينه. مسافه كده اسمها ايه, بادنج, بتبقى محيطه باي عنصر. يعني مثلا لو العنصر ده صوره او لينك او كلام او تيبل او اي حاجه, اي عنصر موجود على الشاشه بيبقى فوقيه حاجه كده اطار فاضي كده اسمه ايه, بادنج. خلاص كده فوق البادنج ده بيبقى في حاجه اسمها ايه, بوردر. يبقى كده في خط بيطار كده بيحوط حوالين الحاجه, بس لو حسيت ان في مسافه ما بينه وما بين العنصر الداخلي يبقى ده عباره عن حاجه اسمها ايه, بادنج. خلاص وادي البوردر, فوق البوردر ده بيبقى فيه شويه حاجات كده, يعني في يعني لو جيت حطيت عنصر جنب عنصر هتلاقي في مسافه ما بينهم. لو انت عامل يعني ايه, عامل صورتين جنب بعض وعامل للصوره دي بوردر وعامل للصوره دي بوردر, مش هتلاقيهم لازقين ببعض, هتلاقي في برضه هامش ما بينهم, هتلاقي في هامش ايه, الهامش ما بينهم ده اسمه مارجن, الهامش ما بينهم ده اسمه ايه, مارجن. وكلهم بيظبط لهم التوب والليفت والباتم والرايت, يعني ايه, ممكن احدد المارجن توب بكذا, اما المارجن ليفت كذا, اما المارجن رايت كذا, اما المارجن باتم كذا, فاهمين الفكره. ونفس القصه ممكن اقول البوردر ليفت كذا, البوردر رايت كذا, البوردر توب كذا, البوردر باتم كذا, وكذلك البادنج, البادنج بتاع التوب عايزه كذا, البادنج بتاع الرايت عايزه كذا, البادنج بتاع الليفت عايزه كذا, البادنج بتاع الايه بتاع الباتم عايزه كذا, فهمنا الفكره. فدايما اي عنصر في دماغك اعرف انه حواليه بادنج, وفوق البادنج في بوردر, وفوق البوردر في مارجن, فهمنا. وممكن اتعامل معاهم بشكل عام, اقول بوردر خليه زيرو, اقول مارجن خليها زيرو, اقول بادنج خليها زيرو, ممكن اقول له ايه, لا المارجن بتاع الليفت بس هو اللي خليه زيرو, المارجن, فاهمين الفكره, البادنج بتاع التوب بس اللي خليه الى اخره. فممكن اتعامل مع طرف طرف من كل جانب, ممكن اتعامل مع كل الجوانب زي ما احنا قلنا بوردر بيساوي زيرو, وقلنا بوردر بيساوي زيرو دي معناها ايه, بوردر من جميع الجهات, بوردر من جميع الايه الجهات. لو احنا عايزين نعمل اتش 1 مثلا مارجن بتاعتها زيرو, هلاقي دي خواص الايه, حد يرد عليا, خواص البادنج, ممكن اظبط التوب والرايت والباتم والليفت, ودي خصائص الايه, المارجن, الهوامش اللي هي طبعا مفهومه دي معناها اللي هوامش اللي بره, انا عايز اعمل الهوامش بتاعتي كلها زيرو. لو انت سايب كلمه صح على كلمه سيم فور اول, يبقى لو انا قلت هنا مثلا 2 بيكسل يبقى 2 بيكسل للتوب والرايت والباتم والليفت, وصلت. طب لو انا شايل كلمه سيم فور اول, يبقى انا حدد بقى الليفت عايز التوب عايزه كام, والرايت عامل عايزه كام, والليفت والى اخره. فانا هقول له خليها سيم تو اول عادي, واجي هنا في التوب بقى مش تبقى توب بقى معناها ايه, الكل, واعمل له زيرو بيكسل, بقى زيرو بيكسل. طبعا ممكن تقيس بالبيكسل, ممكن تقيس بالبوينت, ممكن تقيس بالانش, ممكن تقيس بالشعر, ما علينا. المهم ان كده عندي المارجن زيرو. طب انت شلت كده وكده, هنا خليت مثلا 2, تلاحظ الكود بيتكتب ازاي, بص, زيرو توب رايت باتم ليفت, ده الترتيب, توب رايت باتم ايه, باتم ليفت, ده الترتيب. لو انت هتكتب في الكود تبقى انت فاهم ان لازم يكون بالترتيب ده, اللي هو توب رايت باتم ايه ليفت. انا اقول لا سيبك من الكلام ده, انا عايزهم كلهم يبقوا ايه, مارجن كله زيرو على بعضه. يبقى اي اتش 1 اقوم داس اوكي طبعا, فهيكتب لي الكلمتين اللي هو عملهم لي هنا. يبقى انا افهم من كده ان ممكن برضو, ممكن بدل ما اعمل ستايل شيت قاعد اكتب كل خاص بده, ممكن اخلي الايه الموديفاي ستايل ده ايه, بيساعدني في ان انا اختار شويه اختيارات وهو يكتب لي كود, وهي الاثنين اسهل من بعض بصراحه, الاثنين اسهل من بعض. فقوم داس على اوكي, وكتب لي هنا كلمه فونت سايز 72 بيكسل, والمارجن بتاعتك تبقى ايه, تبقى زيرو. ممكن برضو اغير في الاتش 2, والفرق ما بين ان انا اغير في خواص الاتش 2 يبقى كل اي اتش 2 على الصفحه صح, لكن اي اتش 2 جوه 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 تاج اسمه هيدر هتتنفس بالايه, بالمنظر ده. خلاص كده. فانا اجي على اتش 2 مثلا اقول له والله اتش 2 دي برده انا عايز اعمل فيها شويه حاجات, اقول له بيلد ستايل, عايز اظبط مثلا الفونت سايز بتاعها,
او الفونت سايز مثلا 24 بيكسل. طبعا الحاجات دي بتقعد تجربها انت لغايه ما توصل لحجم الخط اللي على بالك. يعني ممكن دلوقتي مثلا ده 24 بيكسل، لو انت عايز تجرب مثلا 48 هيقول لك هيبقى بمنظره عامل كده. فانت طبعا بيطلع لك برضو اكزامبل عشان تقعد ايه يعني قرب لك الدنيا شويه. فانا خليته مثلا 24 بيكسل خلاص، وعايز المارجن قلت له نشوف المارجن بوردر، واقول له انا عايز المارجن بتاعي كله ايه اذا إيه دخلت على البوردر مش المارجن بوكس، واقول له المارجن بتاعي ايه زيرو خلاص زيرو بيكسل. وهنا المارجن بتاعي زيرو ايه زيرو بيكسل خلاص. بعد كده ممكن اقول له التكست اونلاين بتاعته تبقى سنتر، يعني اي اتش 2 التكست اونلاين يبقى سنتر. اقوم داخل على فونت صح، واقوم داخل على فونت ايه تكست، انا عايز تكست اونلاين تلاحظ ان احنا كنا مظبطين حاجات بلوك صح. البلوك ذات نفسه اقول له ان البلوك ذات نفسه عايز التكست اونلاين بتاعته يعني محاذاه النص بتاعه، ممكن افتح منها اقول له عايز سنتر عايز ليفت عايز رايت عايز جاستيفاي يعني تملى العرض قد الطول كده يبقى يعني الطرفين يبقوا يعني يحاول يوازيهم ما يبقاش حاجه خط طويل وخط قصير الى اخره. انا اقول له ايه سنتر مثلا، اقول له ايه سنتر. وممكن اخش في الكالرز في الالوان بتاعتي كالر الكلام ففونت الكلام هيبقى طبعا موجود في